نروح لموريسيو صح؟ ده بيحب صح يروح جدا. مكسر انت الدنيا ورزيع وليك الله متابعين يكرمك جامدين، ما شاء الله. احكي لنا برضو ايه تجربتك كده ايه في نبذه سريعه عشان ندخل في التقيل بقى في كره القدم. ولا حاجه، تجربتي ان انا واحد بحب الكوره جدا جدا، بحب اتكلم فيها، بحب اتابع الكوره الاوروبيه والمحليه، فقررت ان اخش في اليوتيوب واتكلم زي ما اي حد عايز يتكلم على اليوتيوب. ولكن اعلنت ان انا هرزع، فيعني قلت سميت القناه ارزع، و فيعني فعلا عشان اقول للناس ان انا مش محلل، لان انا مش هضحك على الناس، فانا واحد زيي زيك بقول لك الكلام الدارج في الشارع اللي بيتقال على هاوي على اليوتيوب، والموضوع انطلق فالناس من هنا. حبت القصه وحبت الوجه الجديد او الدخله اللي انت داخل بيها، حبت حست المصداقيه. بالظبط، فيمكن هو ده اللي اداك يعني وضع كبير جدا او تواجد بشكل كبير، مشاهدات عاليه على اليوتيوب. والنجاح دايما عند الناس، يعني صحيح. هم انت اليوتيوب الراجل بيخش لك، اللي بيخش لك ده بيعمل سبسكرايب، هو داخل يتفرج عليك، كيلك. فهو ده بالزبط. النجاح في مش هيشوف دي. مش هيشوف غيرك زي ما بيقولوا، فهو جاي لك هو يعني عايز يتفرج. فيعني دول هم دايما اللي بينجحونا الحقيقه. بس خلي بالك كره القدم هي معشوقه الجماهير، وانت يعني الموضوع وكل الناس بتفهم في الكوره، خلينا اقول يعني، فانت لو ما قلتش الكلام اللي الناس فعلا حاسه ان هو هم اللي هم شايفينه او اللي حاسينه، صح، مش هتبقى يعني صح. مش هتلاقي الناس في قبول من ناحيه ده الناس. اللي بيختلف بين حد بيبقى الناس بتصدقه بيتقال. يعني انا اول ما دخلت اليوتيوب قلت لهم انا اهلاوي، يعني ما هو يعني ما احنا كلنا يا جماعه يا اهلاويه يا زملكاويه يا بنشجع نادي تاني، فهي يعني لازم يكون عندك انتماء. فانا بقول انتمائي وبقول في نفس الوقت اللي انا شايفه صح في الاهلي واللي غلط في الاهلي واللي صح في الزمالك واللي غلط في الزمالك وبقيه الانديه. فده اللي خلى الناس والله راجل بيتكلم صح، لما اتكلم ايه الغلط في اي نادي اخر ما حدش بيزعل، والله بتكلم ده بيتكلم على الاهلي برده بيقول اللي غلط فيه وبقول لهم عشان عايزه يتحسن. فهو دي العلاقه اللي اتبنت، اللي هو لا والله الراجل ده بيتكلم صح، وبيتقال اللي هو حاسه. دايما بيتقال لي في الكومنتات انت قلت كل اللي انا عايز اقوله. هو ده ماشي كده. فهي دي اللي طب بدات التجربه دي امتى؟ بدات التجربه في 2018 قبل كاس العالم، زي دلوقتي كده يعني قبل تصفيات كاس العالم. ولكن المره اللي فاتت روحنا للاسف، يعني الحمد لله يعني تتعوض الكاس العالم اللي جاي. ولكن كانت ظروف زي دي، فقررت ان انا ابتدي، وكنت بعمل فلوجز من الملعب، كانت لسه يعني القناه فاتحه جديد. ومن هنا انطلقت الموضوع لحد ما وصلنا ورحنا، ورحت روسيا وغطيت كل الماتشات. كنت فرقة كاس العالم كمان ده في الاخر بقى يعني بعد شوف يعني هي المصادفه السعيده ان هو بدات مع كاس العالم، فمع توفيق ربنا ليك والمتابعين عندك تلقيت دعوه من الفيفا صح؟ صح، بحضور قرعه كاس العالم. هنرجع لك نتكلم عن قرعه كاس العالم واللي انت عملته هناك والنجوم اللي انت صورت معاهم، ناقص لك صوره عشان تبقى كده قفلت اللعبه معاك. معايا. شفت انا احب كده. انا فاهمك.